المدرب بيعجبني لما يتعامل بشكل نفسي مع اللعيبة. ممكن يكون كيروش معانا احنا كإعلام دمه تقيل، يعني تقول مدرب رخم تيجي تسأله تقول له فلان الفلاني رأيك ايه، يقول لك ما اتكلمش على اللعيب. طب حتى محمد صلاح يقول لك احنا منتخب ما بنتكلمش على اللعيب لوحده. طب ما خدتش قبل كده مثلا قفشة ليه ما بتكلمش فاحنا بنستثقل دمه احنا كإعلام، نحب المدرب نقول له فيبوظ على طول، يعني ندوس له على احنا بنحب كده عشان نطلع المعلومة. لكن في نفس الوقت اذا كان هو دمه تقيل بالنسبه لنا، فكان هو بالنسبه للعيبه اللي هي بيحتويهم نفسيا بشكل واضح. وفي لعيبه كتير بتدي في الملعب بيبان اذا كانت بتدي في الملعب لان هي مدعومه من المدير الفني ولا لا، بعيد حتى عن اللعيبه الجداد يعني. فهو لما حس ان السوليه عنده تأنيب ضمير رهيب، عمرو السوليه ما نامش طول الليل امبارح رهيب، والناس كلها الحقيقه كانت ملحمه في حب عمرو السوليه. احنا كمان بندعم السوليه لانه فعلا لعيب فوق العاده، ف ما نامش امبارح. هي مش قصه ان هو اخطا، يعني اي لعيب ممكن يغلط، ما اللي بيضيع بينالتي بيغلط، ما انت ممكن فرقتك تخسر بطوله لانك بتضيع بينالتي في ضربات الجزاء يعني، او بتبقى قدام الجول فتضيع جول يعني، او انت حارس مرمى تتسبب في جول، او انت باك فجيت ترقص وعملت كده يعني. فكل الناس بتغلط، كل اللعيبه، امال الجول بتيجي ازاي يعني. بس هو تحديدا كان بقى الماتش جامد قوي، وكان حاسس ان الفوز قريب. احنا كنا حاسين في الشوط الثاني بكده، انا عكس الناس شويه يعني، الناس شايفه ان المنتخب امبارح وبتاع وكروش، انا كنت شايف يعني طريقه لعب الراجل كده ان هو في الشوط الاولاني بيجهد الفرقه اللي قدامه، والشوط الثاني بيدفع باوراق هجوميه وبيقدر يحاول ان هو يخطف جول ويقفل الدنيا. وكان مستني الشوط الثالث والرابع عشان يعمل تغييرين كمان، يعني هو اكتفى بثلاث تغييرات في الماتش وكان مستني المهم يعني اللي حصل يعني. فهو كان حاسس ان الفوز قريب، فكان حزين جدا جدا. فهو كمان اللي عمل الفاول مصطفى فتحي، الناس ما سابتوش، هو كمان في حاله. السوشيال ميديا اشتغلت 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 بشكل رهيب جدا، وحسسك يعني ان مصطفى فتحي عمل كارثه، مع ان كل لعيب ممكن يخطئ. وانا بقول ان ده هدف قدري مش فني، ده فاول قدري ورفع كده، والسولية طلع قدري حطها كده ودخلت اترشقت في 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 مقتل بالنسبه لحارس عظيم زي محمد الشناوي. فهو هدف قدري، قدر قرر ان تونس تكسب هذه المباراه. فكيروش راح قاعد مع الاثنين، مع مصطفى فتحي ومع عمرو السولية. اول كلمه قالها لهم اعملوا حسابكم انتوا الاثنين موجودين في الماتش بتاع قطر يوم السبت. الماتش على فكره يبقى الساعه 12 الظهر يوم السبت، دي نمره واحد، انتوا اساسيين معايا في مباراه قطر يوم السبت. الحاجة التانية، كل الناس بتغلط، المهم انك تتعلم من غلطك، والمهم ان انت تثبت للناس ان ده خطأ غير مقصود، وانا اهو ونجيب الميدالية البرونزية دلوقتي عشان نثبت للناس ان احنا انهينا البطولة بمشهد وشكل مشرف. ده كانت الجلسة اللي قعد فيها كيروش مع الطاقم، مع مصطفى فتحي ومع عمرو السوليه.